أتمرن. لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بنشدك عم بنت تطب الميادين وترمي عبايتها سطر ما تخشى تجرح وتذبح ذبح والناس راضين ومن فعلها روس النشامة تعشى عطنا الرد بنشدك عن بنت تطب الميادين وترمي عبايتها سطر ما تخشى تجرح وتذبح ذبح والناس راضين ومن فعلها روس النشامة تعشى يا ليلى له يا ليلى له يا له يا ليلى. الرد الفائز هذا الأسبوع يا لا 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 له يا لا لا له يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا الحل واضح ما يبي له براهين بقولها قبل السوالف تفشى ما عندنا للحايل الا السكاكين اللي على الحدين دايم تمشى الحل واضح ما يبي له براهين بقولها قبل السوالف تفشى ما عندنا للحايل الا السكاكين اللي على الحدين دايم تمشى. افضل الردود لحلقه هذا الاسبوع من عطنا الرد يا ليلى له يا ليلى له يا لا له يا ليلى يا ليلى له يا ليلى له يا لا له يا ليلى يا ليلى له يا ليلى له يا لا له يا ليلى يا ليلى له يا ليلى له يا لا
عطنا الرقص.